خزعبلات الشجرة المباركة، بديل للطب وبديل للعلم وبديل للعقل. يعني المصاب بأي مرض بيذهب إليها معتقدا أن الشفاء فيها، مع أن الشفاء أولا من عند الله سبحانه وتعالى وعلى الأرض من خلال الوسيلة وهي الطب يعني. لكن ما زلنا مشدودين للخلف بالدجل والشعوذة. كان زمان اللي يدخل بلدنا دي من اخر البلد من بره الشم ريحه المسك كده، ايه ريحه دجن الباشا. الحتت دي كلها بناخد منها، حد سنان وجع حد كده يجي يقول حته، بنيجي نجيب له حاجه ونقطع له بيها حته. يعني واحد حصل عنده التهاب في سنانه بيجي ياخد قشره من دي ويغليها ومتبط بها حنك مرتين ثلاثة يروح الالتهاب ولا علاج الدكتور. البطل سيد الأمير أحمد بن شديد بن سمية الغطفاني ده كان في الفتوحات الإسلامية ومن أخوال عمرو بن العاص. دي بتاع سيد الأمير أحمد بن شديد بن سمية الغطفاني رئيس البلد. الشجره دي زرعت مع وجود الشيخ، يعني ما نقدرش نقول مثلا ديرها 200 سنه 300 سنه 400 سنه. بتشيل كل الامراض بس يكون عنده احتجاج في الله وفي الرجل الطيب. كشفت عند كذا دكتور ومفيش فايده، جيت خدت برضه من نفس النظام وغليت ودهنت بيهم مره واتنين، كان ربنا بيشفيهم. فحسب يعني اراده ربنا بيشيل عنه، اذا كان مثلا حاجات طفليه في الجسم او مثلا غاليه للسنان او حاجه زي كده فربنا بيشيل. ليه سموها دقن الباشا؟ والله هم العلماء النبات اللي سموها دقن الباشا. كان فيه خليه يعني لابعد الحدود. تفسر ده بقى بايه؟ الشجره ما كانش حد، حاجه ربانيه، حاجه من عند ربنا. ليه ما يفكرش ان هو يروح لدكتور؟ في اللي بيروح ما بيصلحش، يرجع ويجي يجي هنا يقول مثلا عايز حته الشجره، نقول له خد مثلا. المكتوب باللغه العربيه القديمه إن ده تأسس يوم 15 شعبان سنة 97 للهجرة. إيه علاقته بالشجرة؟ الأصل المكان الشيخ اللي هو الصحابي اللي استشهد هنا ده في الفتح الإسلامي، حتى الناس اختاروا الفترة دي يعملوا فيها الاحتفال بتاع الشيخ، ذكر الشيخ. إحنا بنتوكل على الله الأول، وده اعتقاد في الله، وبدام النية إن أنا هاخد من الشيخ ده هو هشفه، يبقى ربنا هيشفيني وعلى بركة الله واستبراج بالشيخ.